في العاصمة السويدية ستوكهولم انعقدت الجلسة الرابعة من محاكمة القاضي الإيراني السابق حميد نوري والمتهم بجرائم ضد الإنسانية. وقالت المدعية العامة السويدية أن المتهم لعب دورا أساسيا في الموجة الثانية من الإعدامات، وكان يأخذ السجناء إلى فرق الموت ويستجوبهم ويقتادهم إلى جناح خاص للإعدام. متحدثة عن ممر الموت وقالت إنه بعد الاستجواب كانوا ينقلون المعتقلين إلى الممر فيعدمون من هم على يسار الممر وينقلون من هم على اليمين إلى زنزانة، كما لم يسمحوا لعديد عائلات الضحايا بإقامة مراسم العزاء. وأضافت المدعية العامة أن الموجة الثانية من الإعدامات تمت في الفترة من 27 من أغسطس إلى 6 من سبتمبر في عام 88، وهذه المرة لم يتم إعدام عناصر مجاهدي خلق فقط، بل طالت محسوبين على اليسار وتيارات أخرى. هذا ورفعت جلسة رفعت جلسة محاكمة نوري إلى بعد غد الخميس، حيث ستوجه التهم رسميا ضده بعد دعاوى بتنفيذ الإعدامات بحق سجناء معارضين، فيما سيقدم فريق الدفاع عن نوري مرافعتهم يوم الجمعة.